الباسل أقوى. أبوها جومبا هو قائد هذا القطيع، وقد قرر الانتقال إلى الأرض الموعودة، لكن عليه أولا التغلب على أي ذكر يجرؤ على تحريه. كورا ولانا تتبع دائما قائد القطيع الذي بدوره يستحث بقية القطيع للتحرك. ويستأنف القطيع مسيرته الطويلة التي يتخللها وقفات قصيرة لاسترداد الأنفاس والقوة. العشب وفير ومشبع بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة، وقريبا ستنضم قطعان الحمير الوحشية والأيائل. إنها النقطة الأخيرة للتجمع قبل عبور النهر. ابنة جومبا التي تركض بجوار أمها ستتعلم شيئا جديدا اليوم، إنه الخوف، الخوف الذي يمكن أن ينقذ الحياة أو يشتتها. الخوف مصدره لبؤة جائعة، وهي لن يردعها شيء قبل أن تشبع غرائزها. تستمر المطاردة والقطيع حائر لا يعرف كيفية التصرف. لا شيء مضمون بالنسبة للفريسة أو المفترس، وهناك بعض الخبرات التي يجب أن تكتسب. وهنا تقوم أنثى الفهد بتعليم صغارها على الافتراس، ولكن عملية الصيد تجذب انتباه ضبع قريب. إنه يعلم أن أنثى الفهد المنهكة من عملية الصيد لن تتجرأ على مجابهة الضبع الذي أتى ليسرق فريستها. بيد أن القصة لم تنتهي لصالح الكائنات المفترسة، لأن الكائن الضعيف يمكن أن يلجأ أحيانا إلى المكر. تعلم الصيد ليس بالأمر السهل، وهنا يقوم الفهد بملاحقة كائن النمو الذي لن يستسلم بسهولة. مهمة الفهد معقدة، ويتدخل أخاه لمساعدته، غير أن نو آخر يتدخل ليدافع عن زميله.